السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان اصحاب تقيمه يقدر انتم مدن ملغد منكم جوكتانس كسون غدو نكسن وحيس لي وعرج الناس دان هرتن وفلي وعافمات قوين ودكنا مقال كان عافمات دين قسو غاري هذا واحد يانو ورسو تا سبسكرايب تا وعود سي لايك تا ودير كلين هدي اهرن الجودنا هذه اذا كان مد الناس القرح البان عبر برنامج فوق قادنسين صعب سا شاشه كسوار تن ايوان كان مانتا وحس من جرني Road to Division 1 balse muqaalkaan maanta waxa ay dib ugu dhacnay waayo sawado ognahay marba update loo sameeyo division kana sidoo kale relegation ay loo dhufana hadii aan meel kor joogte meel hoose loo geena waxa ay waan tusaya sawso wax sustain muqaalkii aan sal sameeyay maal hore division 3 to division 2 sameeyne hadaan daawana korkana ku soo saara soo daawo balse asbuu al sawda fi mustaqmist al sawda fi update mikil wudufte division 5 ana rutore hatsa wadar kisin fon jogna 5 oso ayare fo adal so galmada waxaan isku dayna hal ayarna ka toorno dabcan 16 point hal video ku mooda keen karno hal ayaran deelina oo arjeena ina gool sun doono insha Allah hammiga ina waa division 1 inta hammiga in ka gaarino division eFootball serwan yani maki update kire yan debe no elan to da jokto 5 al gutora 5 of the jokto hos al gusitora south arkis in division 1 was 0.0% division 2 kwa 0.1% like bani dat ki hubad in division 9 division 9 al hubad in yan hadana gana 2 aya marini one aya hammi u lahayn laakiin ma aan gaarin wali 5 aan ugu soo tuuray oo 4.0% laakiin had waxaan joognaa 1.4% taasoo division 4 waxba hadal badan yaan igu daadan hal ciyaaran tuurnayna taasoo rajaynayna inaan ku guuleysan doono insha Allah saxaabe sabad arkaysiina qofna la dhigayaa xilne sabad ognaa information waxa ku dhilaa 5212 bal aan sala fiirna qofkan kale waxa ku dhilaa sawada arkeen waxa ku dhilaa 5123 tawan information ka maqalin maana arkeen balse garoon ka ku tijaabinayna insha Allah مباراة مثيرة تجعل كل متشوق لها جماهير تعرف أنها مباراة تحمل تنافسية كبيرة من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب نؤكد للمشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير لأن المباراة بدأت للتو يلعبها في المساحة هالاند هالاند محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى أكيد محبط على ضياع هذه الفرصة على فريقه كانت فرصة سانحة للتسجيل ممتاز في التمرير كرة رأسية محاولة في منتهى الرعب لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ شوية حظ بابي كانت أمام فرصة حقيقية وكان عليه أن يستغلها بشكل أفضل مما شاهدنا يحاول إيصال كرة إلى الأمام لكن كرة خاطئة لا تمر والآن فرصة للتحول الهجوم بارتي فرصة كبيرة لكنها ضاعت بسبب هذه الأخطاء في التمرير دي بروين أرسخ بابي أخطأ لكنها مرت بسلام استراكاشي نمانتو هذه أيوانا عاشق دينا تريكا انا الركنيه الاولى في المباراه سو ذا كيس انا ستريكا شي والي ابنا واحد استمانت تصويبه على المرمى
الان فرصه لهجوم معاكس، تحول سريع في الملعب. لمسة على اليسار، كيليان مبابي. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. هالاند، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. الكرة ملعوبة من مسافة. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. سحاب الشباب داركيسين عرض بلاوغ إلى حده سترايك او حطورنا وكما ارجوميشن. قد تكون هذه فرصتهم. يلعب كرة على اليسار، كيليان مبابي. باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. خلص الكرة. سيرلينغ يخاطر بهذه التمريرة وقد تكلف الكثير. دي بروين، فريمبونغ يتدخل في الوقت المناسب. تدخل في توقيت حاسم. هجمة مرتدة الآن. كيليان مبابي. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. يحاول أن يلعب كرة مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء. يبدأ الشوط الثاني بنتيجة التعادل، تعادل أبيض بدون أهداف. الآن إمكانية المرتدة موجود هنا لقطع الكرة. يشتت الكرة بعيدا. ماركينوس، دي بروين، وتسلل آخر. أصحابي طبعا وقوية بنا استريك عشير ما ده بنوان ببوالو كينا لكن وحس كوة يا عملان في المكان الصحيح. رائع جدا في توقع مسار الكرة. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. يلعب كرة طويلة. هالاند، تمريرة جميلة. الله ما أروعك، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. لويس ألبرتو، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. إمكانية مرتدة الآن. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. يلعب كرة بينية. فرصة سانحة للتسديد. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا. ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. ميسي، بينية رائعة. مساحة خالية على الجانب. باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. في الوقت المناسب يتدخل. لمسة بينية. يمر ويلعب كرة بينية. تحية كبيرة على روح الفريق العالية ورغبته في تحقيق الانتصار. الاستمرار في المحاولة أمام المرمى حتى الدقائق المتأخرة. دي بروين، بابي خطف الشمال. واو بهذا الغلبة.
وتحقق أخيرا الهدف الذي كانت تحتاج المباراة. هجمة مرتدة جاءت سريعة بعد افتكاك الكرة من الوسط. ضغط الفريق يولد الأخطاء ويخلق الفرص والمساحات، وهو ما يلعب عليه هذا الفريق. أصبحت النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. يحاول تمريرها من بين المدافعين. الآن فرصة لقتل المباراة وحسم النتيجة في الدقائق الأخيرة. مرت الكرة بشكل جميل. ما الذي كريستيانو؟ والكرة تعانق الشباك. لقد خطوا خطوة كبيرة نحو الفوز في مباراة اليوم. سرعة كبيرة في التحول من الدفاع الهجوم، رغبة في التسجيل. سرعة كانت تفتح هذه الخطورة، والبناء السريع للهجوم لم يرتد الدفاع بالسرعة الكافية. شوف سرعة التأثير على نتيجة المباراة بعد أن دخل كبديل، تعطيهم ثقة أكبر في الدقائق القادمة. قوية من مبابي، هدف آخر. مباراة في جانب واحد هذا اليوم، من اتجاه واحد في هذا اللقاء، كما يصلون لمرمى الخصم. تدرج كروي غير عادي ونهاية رائعة. طبعا وحومل هنا قف كان فوفيتو دي ايارتان ايارتان هنس كاري بحي ويسانا دوي ريكسوتو ايارتا وحكم عن التاعي وعيدا ماتي اما قف كالي اياك بحي ميدين كوهر ده هايو واسلار كدونا محايدي دي qofkin mulde lahay waaw arre yartadan fofey today I mean oo mudan yahay maxaynu arro mesh ma xasista jinaal 3 goals second half oo waxare saxaab muqaalkan halka sayu ku eegay waxa rajaynayna keshe muqaalka xiga intan kulmeeyno waxaan kaaga tagayaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.